لو تحقق إنسان 100% أنه مسحور كيف يعالج السحر؟ يعالج السحر بالرقى الشرعية بالشروط التي ذكرنا. يعالج نعم الشروط الثلاثة التي ذكرناها في الرقية. يعالج السحر بالدعاء. يعالج السحر بالأدوية المباحة مثل الحجامة وشرب العسل مثلا. لكن لا يمكن يعالج السحر بالسحر. يعني لا يمكن أن يذهب إنسان مسحور إلى ساحر حتى يعالجه. لماذا؟ لأن هذا مخالف للقرآن، مخالف للسنة، مخالف لأقوال الصحابة، العلماء، الأئمة. هذا في تقوية للسحرة وفي تقوي تضعيف للتداوي بالقرآن. الآن لو يقول لهذا عندنا علاج مضمون 100% وعندنا علاج ليس مضمون، أي علاج تأخذ؟ 100% القرآن. العلاج بالسحر هو ضار 100%. ثم الآن هذا المسحور عندما يذهب للساحر الذي يدعي أنه يعالج، ماذا يصنع الساحر له؟ يصنع له سحر جديد. فكان المريض عنده سحر واحد، الآن زاده السحر على سحره. وكذلك الساحر الذي يعالج ما يمكن يعالج المريض حتى أن المريض يقرب شيئا للشيطان، يعني يشرك بالله. فلا يمكن أننا نرجع للسحرة ونترك العلاج بالقرآن، نلتجئ إلى الله سبحانه وتعالى.